تحياتي ويعطيكم ألف عافية. بدنا اليوم نبلش في المحاضرة الثالثة في برنامج الريفت. راح نفوت المرة الماضية تعلمنا على برنامج الحيطان، على كيف نرسم وولز، تعلمنا على جميع الايديتنج والموديفاي باترنز عشان كيف الأوامر نستخدمها عشان نعدل الحيطان بأي طريقة بدنا إياها. فهاي التاسك اللي اشتغلناها واعطيناكم هوم وورك تشتغلوها زي بازل. هاي المرة راح نكمل نتعلم على الوولز، وكمان نفوت على الابواب الشبابيك كيف نشتغلهم. مرة تانية بدي اعمل نيو بروجكت، اوكي التمبلت بدي اختار اركيتكتشرال، اوكي المرة الماضية تعلمنا كيف نتأكد انه احنا شغالين على متريك، تمام. فاول اشي احنا لما بنعمل بروجكت جديد مثل ما حكينا بنروح على دائما اليونت، نتأكد انه احنا بنشتغل سنتيمتر او متر، بس احنا الاهم نكون عارفين شو الوحدة اللي بنشتغل فيها. انا بحب اشتغل سنتيمتر، بس انت حر شو تشتغل اي وحدة بدك اياها. دائما مثل ما حكيت المرة الماضية لازم اول اشي تعمله تعمل سيف للمشروع، ضلك تعمل سيف، تتذكر تعمل سيف عشان اذا علق المشروع ما تخسر اشي. دائما طبعا لما تعمل سيف بكون في اوتو باك، ملفات اوتو باك، فبتلاحظوا راح تلاحظوا انه في عندي عدة ملفات بعدها شوية ارقام، فهي بتكون الاوتو باك للملف تبعكم. فانا بدي اجي اعمل سيف. في اللوكيشن تبعي ليكتشر 3 بدي اسميها ليكتشر 3، اوكي. فانا اول شيء جيت عملت سيف للمشروع، ظبطت اليونتس، اكدت انه الليفلز اللي عندي هم صح. انا حاليا بدي اعمل موديلنج لغرفه واحده بس استخدم فيها عده شغلات، اعمل زي ديزاين خفيف. مطلوب منكم تعملوا اشي بيشبه اللي بدي اعمله بس مش نفسه بالمطلق، راح تشغل باشي نوعا ما مختلف. هلا اول شيء راح نعمله احنا راح نرجع نرسم وولز، بس بدي اعمل موديلنج لغرفه او بيت صغير. مش شرط نعمل اشي ديزاين، بدي اشي فيري فيري سيمبل بس عشان اتاكد انكم مستخدمين الاوامر المختلفه. مبدئيا بدي ابلش في الوول. طبعا احنا بنرسم اركتكتشرال وول مش ستراكشرال وول، اللي هو اول ما بكبس عليه بيجي. ثاني اشي بدي اجي اتاكد من الهايت تبعه انه من ليفل 1 لليفل 2. طبعا انتوا هون مثل ما انتم شايفين اوريدي في عندي جينيريك وولز، ممكن اختار الباوندري، اجي ارسم الباوندري وول 30 ملم. هلا راح نتعلم كيف احنا نيجي نعدلهم. ف بدي اجي ارسم الباوندري تبع الوول، وممكن اجي ارسم اختار تايب تاني اللي هو جينيريك بس يكون الثيكنس تبعه اقل، مثلا هون 15. بدي اجي ارسم على سبيل المثال حمام، بدي اجي ارسم هون مثلا من غرفتين. فانا الفكره بدي اجي ارسم بيت صغير. هلا انا جيت رسمت الحيطان الاساسيه للبيت، بروح على 3D، اوكي هاي الحيطان الاساسيه للبيت او استوديو خلينا نسميه فرضا. هلا بدنا نيجي نشوف كيف احنا بنعمل ايديت لهذا الوول. طبعا انا جيت اخترت اشياء جاهزه، فانا فرضا استخدمت البارتيشن الداخلي، اخترت واحد جاهز 150 مليمتر اسمه. هلا اول اشي بنتعلمه كيف نيجي نعدل الفاميلي تبعت هذا الحيط. بدي تركز على المصطلحات بستخدمها، هاي اسمها فاميلي، فانا بدي اجي اعدل على هاي الفاميلي، فبدي اروح اعمل هون ايديت. هلا اذا جيت هون بلشت اعمل ايديت راح تتعدل الفاميلي الاصليه اللي هي اسمها 150 مليمتر. انا ما بدي اعدل او العب في الفاميلي الاصليه، بدي اروح اعملها دوبليكيت. دوبليكيت هلا دوبليكيت يعني راح يكرر لي، راح يعمل لي نسخه منها، ماشي. هاي اقترح لي اسم، هلا انا بدي اسميها هاي مثلا 100 ملي متر، مثلا بلوك كونكريت بلوك، اوكي سي بي كونكريت بلوك. هلا صار في عندي هلا هاي الحيطه هي الاصليه ال 150، هاي الحيطه اللي عملتها دوبليكيت صارت 10 ملي متر. هلا بقدر اجي اعمل ايديت على هاي بحيث ما اعدلش على الاصليه بس اعدل على الجديد. اول شغله هون لما نيجي نشوفه في الفاميلي بنروح على الستركتشر تبعها، الستركتشر تبعها، تمام.
فبدنا نروح نعمل إيديت لبنية هاي الفاميلي. لاحظوا حاليا فيش عندي غير لاير واحد موجود هنا. هاي اللي شايفينه، الجدول اللي شايفينه هنا بيحدد لي اللايرات اللي موجودين، اللايرز اللي موجودين جوا الوول تبعي. فهون فيش عندي غير لاير واحد، تمام، محطوط الثيكنس تبعه 10 سنتيمتر، فانا بدي اعدل الثيكنس تبعه واحط له اوكي اوكي ل10. فلاحظوا صغر عندي هون، هذا اللاير الموجود عندي هون صغر، تمام صغر. هلا الشغلة الثانية بدنا نشوف كيف انه ممكن انا اجي احط لاير ثانية في هذا الوول. فعلى سبيل المثال بدي اجي اشتغل على الوول البراني اللي هون، بدي اجي اعمله edit type، اعمل duplicate، تمام، مثلا 30 مليمتر، بدي اسميه external wall، اوكي. ممكن ارجع اعدل الثيكنس تبعه، بس هلا بدي اعدل على الستركتشر تبعه، اعمل edit، اوكي. حاليا ما فيش عندي غير لاير واحد، فانا بدي اعمل لايرز ثانيه، بدي اعمل insert insert انسرت. فعملت انا عدة لايرات ماشي جوا هذا الوول، فصار في عندي عدة لايرز جوا هذا الوول. هاي اللايرز كل واحد فيهم لهم ثيكنس. على سبيل المثال اللاير الخارجي بدي اياه حجر يكون 5 سنتيمتر، اللاير اللي بعده كمان كونكريت مورتر 5 سنتيمتر، اللاير اللي بعده عفوا مثلا اللاير اللي بعده هون بدي اياه كونكريت عادي 12 سنتيمتر، اللاير اللي بعده انسوليشن 3 سنتيمتر، اللاير اللي بعده بدي اياه مثلا كونكريت بلوك 10 سنتيمتر، وبدي احط كمان لاير. طبعا هون الازرار هون اب اند داون بتحكم في بعد اللاير، بدي اعمل عفوا وين موجود، بدي اخلي داون. هلا باجي لموضوع الكور، بس بدي احط هون كمان بلاستر 2 سنتيمتر. فلاحظوا صار في عندي هون عده لايرات، مجموع الثيكنسز توتال ثيكنسز لهي اللايرز المختلفه 32 سنتيمتر. فعملت انا تقريبا التيبيكال وول اللي بنستخدمه للبناء عندنا، اوكي. فانا عملت بدي اعمل اوكي، طبعا بدي ارجع اعمل رينيم هون عشان اعدل هون اخلي 32 سنتيمتر عشان الاسم يعكس المضمون، بدي اعمل اوكي. لاحظوا حاليا ما فيش اشي اختلف عندي غير انه الثيكنس تبعه زاد، مش شايف اللايرز. ليش انا مش شايف اللايرز؟ طبعا كثير راح يضغط كل الاستاذ انا مش شايف اللايرز، بتيجي على هون بتعملها فاين. هاي اللي هون الليفل اوف ديتيلز اللي بدك تشوفها في البلان. فلما تكون كورس يعني انا بديش اشوف ديتيلز للحيطان، بدي اشوف اشي كورس يعني رف اشي بسيط. اذا بروح على فاين طبعا ميديوم بشوف اشي متوسط، الفاين بشوف كل الديتيلز. هلا مش شايف فروقات لانه في ديتيلز اصلا انا لساتي مش عاملها. فلاحظوا انا عندي هون اول شغله، هون صرت اشوف اللايرز المختلفين لهذا الحيط، صرت اشوف من برا 5 سنتيمتر، بعدها 12 سنتيمتر، بعدين 3، بعدين 10، بعدين 2 سنتيمتر. فانا هون ظبطت اللايرز. طبعا هذا اللايرز مش منطبقين الا على هذا الوول اللي انا اصلا عملت له دوبلكيت، بس انا هلا بقدر اروح على موديفاي ماتش، نتعلم هذا الامر ماتش 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 عشان اعمل ماتشنج. فبدي اعمل ماتشنج لهذا التايب على باقي الوولز، اوكي. كمان مره ماتش على موديفاي، بروح بكبس ماتش، بكبس على اللاير بدي اعمل له ماتش، وبكرره على باقي الوولز. الشغله المهمه بننتبه له انه مرات بعد الوولز بتكون معكوسه. هلا كل وول بنكبس عليه بكون في عندي عليه سهمين، السهمين بكونوا هذا بالاتجاه البراني. كل وول له اتجاهين اكستيرير وانتيرير، فاذا باجي بكبس على هذا السهمين ببدل لي اياهم، بخلي اللي برا جوا واللي جوا برا. فلاحظوا هون صار في عندي 5 سنتيمتر حجر من جوا، هذا اشي غلط. انا بحكي لكم عن هاي السهمين على اساس اذا انت بالغلط رسمت اللي جوا برا واللي برا جوا، انك ستيل بتقدر تيجي تعكسهم من خلال انك تكبس على هذول السهمين او تكبس على سبيس بار في الكيبورد عندك، تمام. هلا صار عندنا هيك الامور واضحه كيف اعمل لايرز. بدي ارجع على الستركتشر نشوف كمان مرة هنا بالستركتشر موجود عندي اللايرز اللي هون. هلا كمان في عندي هون شيء اسمه كور، الكور باوندري، الكور كل شيء في الدنيا له كور. الكرة الأرضية لها كور، النواة الجوانية البيضاء لها كور، أي شيء له كور. الكور تبعك عفوا الكور تبع أي أيتم أنت بتشتغل
عليه، فهو الاشي الوسط اللي بيكون المين. الحجر بالنسبة إلي طبعا ما في اشي صح واشي اسمه غلط، ما في اشي يعني لو انا بدي اعمل شير وول جدار استنادي بيكون الكور تبعي الباطون اللي جوا، فطبعا انت حر شو الكور تبعك يكون، بس انا بحب دائما اطلع الحجر برا الكور والطوب والانسوليشن برا الكور. طبعا ما في اشي صح واشي اسمه غلط هون، اوكي، واخلي الكور تبعي عندي. الكور هو اقوى ايش، اقوى شيء في الحيطة، فهاي الحيطة فيها حجر فيها طوب، شو اقوى ماتيريال فيها؟ طبعا انا هيك ممكن افترضها، ممكن لاسباب اخرى اعتبر الكور اشي تاني، بس الكور دائما بكون يعني يفضل يكون اقوى شيء في الحيطة. فانا هون الباوندري كور، الكور باوندري يعني وين حدود الكور تبعي، اي اشي برا الكور بطلعه برا هاي الحيطة. هلا بس اجي اعطي ماتيريال بدي ارجع احكي عن موضوع الكور. هلا هون الفانكشن تبع هذا اللاير ايش هو؟ هل هو بيحمل ستراكشر ولا ولا هو سبستريت ولا فينش ولا ممبرين الى اخره؟ ايش هدول اكزاكتلي يعني؟ لما يكون اللاير اللي جوا حامل بحط ستراكشر، بكون اقوى شيء موجود عندي ستراكشر. لكن لما يكون اللاير اللي عندي مش حامل او قوته اقل، باجي بغير الفانكشن تبعه بحطه سبستريت. لاحظوا انا كل ما انزل من فوق لتحت بتقل القوة، اوكي، فانا عندي هون مثلا 3 سنتي انسوليشن، هذا عبارة عن ممبرين لاير، او ممكن اجي احطه فينش. لاحظوا كل ما انزل لتحت بقل او بضعف قوة اللاير لاوصل لاخر اشي. طبعا بدي احطهم كلهم فينش باستثناء الكور تبع الستركتشر، اوكي. هلا ما شفتوش فرق، رح نرجع بس اعرف الماتيريال تشوف شو الفروقات بينهم، بس بدي تعملوا نفس الشيء عشان نعرف ماتيريالز. هلا هون بدي اروح كمان مرة على edit edit. هلا حكينا شو الفانكشن، الفانكشن اللي هو كل لاير من اللايرز هاي شو بيشتغل، فهذا بيشتغل ستراكشر على سبيل المثال، هذا بيشتغل فينش، هذا بيشتغل، وكل ما كان هون اللاير اقوى هذا الشيء بتاثر على هون، بتاثر هون. اوكي هلا خلينا نيجي نشوف، حكينا عن الثيكنس وحكينا عن الفانكشن، هلا بنحكي عن الشيء الثالث الماتيريال. هون بدنا نيجي نعرف ماتيريال لكل واحد من هاي اللايرز. طبعا الماتيريالز في الريفيت رح نغطيهم على مرحلتين، المرحله الاولى هلا، المرحله الثانيه باخر محاضرات اللي هي رح نتعلم فيها التكستشرز والرندر وكيف نعطي صور معينه لكل ماتيريال، لكن هون من نعطي الهاتش لهاي الماتيريال. تمام، هلا بدي اجي قبل ما اجي اعرفهم، انا بقدر تو اكسس الماتيريال من محلين، في مانج ماتيريالز، اوكي، هاي الطريقه الاولى. والطريقه الثانيه لما بروح اعمل اديت اديت، بكبس على الماتيريال باي كاتيجوري، هون بيطلع لي الماتيريالز نفسها، اوكي. هلا بس انا بدي اجي مبدئيا اعرف اكم من ماتيريال جديده عشان نيجي نحطهم جوا الوول، يعني ايش الماتيريال تبعت كل لاير من هاي اللايرز المختلفه. فانا ايش بلزمني هون ماتيريالز؟ بدي اروح على فيو، عفوا على مانج، اروح على ماتيريالز. طبعا في كتير عندي ماتيريالز اوريدي جاهزه معرفه، اوكي، معرفه وجاهزه في الريفت، بس انا بديش استخدم هلا اشي جاهز، بدي اجي اعرف ماتيريال جديده. فبدي اجي على الطاب اللي هون على البلس، اعطي كرييت نيو ماتيريال، واجي اعرف هاي الماتيريال، اعملها اكبس على اليمين، اعمل رينيم، بدي اسميها هاي كونكريت مثلا، سب ستريت، لانه في مثلا ارس رينفورست كونكريت، هاي مش رينفورست كونكريت، هاي كونكريت عاديه اللي بنحطها ورا الحجر، مش رينفورست كونكريت. فبدي اروح عليها اكبس على سي، ادور عليها وين راحت، لانه لما عملت لها رينيم اتغير موقعها. فهاي الماتيريال اللي انا جديده حطيتها. طبعا هاي الواجهه هي واجهه الماتيريال، في هون 3 تابس
التاب الأولى هي الايدنتيتي تبعت الماتيريال، اسمها إذا في عليها ملاحظات ديسكريبشن، مثلا بدي أجي عشان إذا حدا بده يجي يشتغل على الملف بعدي على سبيل المثال بدي أجي أعطيها ديسكريبشن عشان لما الواحد يجي يكبس عليها واحد ثاني أجي أشتغل على نفس الملف مثلا يعرف شيء هالماتيريال، فممكن أنا أجي أحط له هون ديسكريبشن مثلا this concrete to be مثلا behind the external مثلا على سبيل المثال ايش بدك تحط description، مش شرط تحط description طبعا stone، فايش الوصف تبعها اذا في manufacturer لإلها، اذا في إلها model، اذا في إلها المصنع إله لينك، اي شيء بخصها بنحط له في الايدنتيتي. انا اللي بيهمني اكثر في هاي المرحله وانا لساتها في الحصه الثالثه فقط بيهمني الباترن تبعها، الباترن تبعها اوكي. فانا هون بدي احكي في عندي هون الشيدنج، في عندي السيرفيس، في عندي الكت، في عندي 3 تايبس اوف باترن موجودين عندي هون. الشيدنج باترن هي لما انا اجي احط خليني ارجع لها الشيدنج، بس خليني اروح على الكت باترن مبدئيا. السيرفيس باترن هي شيء لما اجي اطلع على 3D موديل من برا بدون ما اقص، بس انا هون بدي اهتم في الكت باترن لهي الحصة اللي هي الاشي اللي انا بشوفه لما اقطع في الحيطة زي ما هو. طبعا مثل ما بتعرف البلان انا بقطع في الحيطة على ارتفاع معين وبشوف الباترن اللي جواتها، فانا اللي بيهمني هلا الكت باترن. كل باترن بيهمني فيه له 2 تايب، الكت باترن فيه له 2 لايرز فور جراوند وباك جراوند. انا بدي اهتم في الفور جراوند هلا، بدي اجي اعطي باترن معين، فانا هذا الكونكريت بدي اجي اعطيه الباترن تبع الكونكريت الكت باترن وخلص. مبدئيا بدي اكتفي، طبعا ليتر اون راح ارجع اعدل على هاي الماتيريال، بس بديش اشرح طبعا ابيرنس راح نشرح هذا ليتر اون في نهايه الماده لما نحكي عن الريندر، بس انا هلا مبدئيا بهمني الكت. فانا جيت اعطيت هون كونكريت سبستريت، بدي اجي اعمل كمان ماتيريال جديده بدي اسميها مثلا ستون تلطيش مثلا او ملطش او خليني اسميها مثلا واتيفر اسم انا اميزه. بدي نفس الاشي الكت باترن اعطيها هون اشي بخص الستون اوكي مثلا هذا. ممكن في عندي كمان الكونكريت بلوك بدي اسمي كمان واحدة اعملها رينيم كونكريت بلوك، الكت باترن تبع الكونكريت بلوك الكت باترن اعطيه تبع البريك بوك وورك. فصار في عندي مثلا بدي اعطيه كمان لاير بدي اسميه بلاستر اللي هي القصاره بلاستر، وبدي اعطيها الكت باترن الاشي البلاستر اوكي. فهيك انا عرفت الماتيريالز من قائمه مانجمنت هون ماتيريالز اوكي. هلا بس بدي اروح على الحيطه، اروح على اديت، اديت للستركتشر، اروح على كل لاير اعطيه هذا اللاير الحجر اللي برا كان، فبدي اعطيه هون الستون، اعمل بحث سيرش عن الستون فراح يطلع لي اللي اسمه ستون ملطش. الستركتشر بدي اعطيه كونكريت كونكريت سميتها انا كونكريت سبستريت، وبدي اروح على طبعا ايش هذا 3 سنتيمتر هي عازل، فلا هي بدها تكون فينيش اقل يعني ضعيفه جدا، فانا بدي اعطيها العازل فشلها ماتيريال او لانه بكون بالعاده هواء. في عندي هون ال 10 سنتيمتر اللي هي كونكريت بلوك واللاير الاخير بدي اسميه او بدي اخذ ماتيريال البلاستر اللي عرفتها قبل شوي اللي هي البلاستر هون بدي احط اوكي. اوبس صار في عندي تكستشرز او صار في عندي باترنز لهاي الحيطان اوكي، صار في عندي باترنز لهاي الحيطان. نفس الاشي الحيطة اللي هون ممكن اجي اعيد تعريفها اللي جوا لانه هاي مثلا بدي اسميها هلا 14 لانه بدي ازيد عليها كمان 2 لايرز بلاسترز بدي اعملها اديت. ففي عندي من جوا 10 سم بلوك بتعطيها البلوك بلوك اللي هي كونكريت بلوك، بدي اجي اعطيها كمان 2 لايرز انسرت انسرت واحد احطه فوق واحد احطه تحت واحد اعطيه 2 سم البلاستر اللي هي القصاره الداخليه والخارجيه
واعطيهم ماتيريال بلاستر، بدي اعطيهم هون كمان ماتيريال بلاستر، احط الاوكي. فصار في عندي هون الحيطة الداخلية معرف صح، اعمل ماتش لباقي الحيطان. اوكي اعمل كنترول اس عشان اذا اظن اعمل سيف، دائما كنترول اس عشان اعمل سيف. هيك بنكون عرفنا اللايرز الداخلية واعطيناهم ماتيريال جوا الحيطان. هاي خطوة كتير مهمة نعملها. طبعا رح نرجع نتعرف على ماتيريال، نرجع نتعرف على الخصائص الحيطان اديت حبة حبة، بس هلا الاشي اللي هلا محتاجين نعمله لازم كلكم تعملوا نفس الاشي، تكونوا تعرفوا الوولز، تعطوهم اللايرز والباترنز، كل اللي عملته لحد الان عرفوا. وخلينا نكمل على باقي الاشياء. طيب عشان احنا بدناش نكمل كثير وقت في الحيطان عشان الاشي ما يصيرش ممل، بدي اقفز لاشي تاني ونرجع لخصائص الحيطان مع الاشياء التانية. بدي اروح على الاركتكتشر استخدم هلا ابواب، احط ابواب للبيت تبعي. فانا بدي اجي احط هون دور. لاحظوا لما باجي بكبس دور في عندي هون قائمة ابواب اوريدي موجودة، بلاحظ في عدة فاميليز مثلا بتختلف اسمها، مثلا ها 915 × 201 مثلا مليمتر ابعاد الباب، فبدي اجي استخدم هذا الباب احطه برا. لاحظ انا لما بدي اجي بكبس على الباب باجي بحطه على الحيط، اذا كبست على الحيط من برا راح احطه على الجهة الخارجية، بكبس على الحيط من جوا راح احطه على الجهة الداخلية. قبل ما اكبس على الماوس اذا كبست على سبيس بدل لي اتجاه الباب، فانا بدي اجي احط الباب الرئيسي هون. اوكي فصار في عندي هنا باب. لاحظ بعد ما حطيته اذا جيت كبست عليه في عندي هون اسهم، هاي كمان بتبدل اتجاهه. تمام، يعني اذا انا بعد ما حطيته بدي ابدل اتجاهه برجع بقدر اكبل اتجاهه. بدي ارجع اعمل كمان باب. طبعا لاحظوا لما بدنا نعمل اشي في الريفت يا بروح على مرة ثانية على دور او بكبس على الباب نفسه، بعمل على يمين كرييت سيميلر، هاي من الباب. فهلا بدي اجي اختار باب مثلا عرضه اقل شوي، اشي 80 لابواب الغرف اللي عندي هون. بدي اجي باب اصغر شوي مثلا للحمام اللي عندي هون. طبعا راح تكون مثلا في عندي هون طبعا احنا مش قاعدين نصمم، احنا قاعدين نعمل اي اشي سريع. فانا بدي افترض انه في عندي هون غرفتين، بدي افترض انه في عندي هون كيتشن، كمان حيط هون. اوكي فبدي افترض انه في عندي هون كيتشن مغلق مع انه انا بحبه مفتوح. اوكي هلا صار في عندي هون زي تقسيم داخلي، اتعلمت كيف انا هون احط ابواب جوا الفراغ تبعه. اوكي هلا لاحظوا انا جيت هون عملت باب، بس نرجع للحيطان عشان نتاكد. لاحظوا هون شو اللي صار، في عندي اتقاطع هون حيط طوب مع هذا الحيط. لاحظوا الطوب اخترق القصاره طبيعي، بس هل هاي القصاره في الوضع الطبيعي هل هيك بتكون تفصيلتها؟ القصارة اخترقت الطوب، وهذا حكي غلط، لازم القصارة هون توقف لحد هون صح؟ لازم توقف لحد هون والباقي يكون طوب. طبعا ليش اخترقتها؟ لانه حاليا قوة القصارة معرفة انها بنفس قوة الطوب. اوكي عشان هيك بدنا نرجع نوضح لكم مفهوم الفانكشن جوا اللايرز. يعني بدي اجي على هون اروح على edit للستركتشر تبعه، بدي اتاكد انه البلاستر لاحظوا قوتها ستركتشر، فهذا الاشي غلط خلى انه يخترق. بدي اجي اعطيها اخف قوة ممكنة. اوكي الطوب عشان ما يوصل لقدام بدي اعطيه الفينش 4، الفينش 4 اقوى من الفينش 5. اعطيت البلاستر فينش 5. اوكي لاحظوا شو صار، صار انه القصارة وقفت عند القصارة، بس السل للطوب هذا ما عملش ميرج مع الطوب هذا لانه معرف انه هذا الطوب فينش 4. هذا الطوب ايش معرف؟ بدي ارجع اشوف شو تعريفه. اديت الطوب اللي هون معرف انه فينش 5 اقل، لا بدي اجي ارجع اغير تعريفه فينش 4 اعمله نشوف شو بده يصير. هلا طبعا بنفعش لازم يكون فينش 4 فينش 4. اوكي
مش المفروض كمان يوصل حدود القصارى؟ بدي اجي اجرب حدود، عفوا العزل، بدي اجي اجرب اغير العزل اللي هون ل thermal air nothing. اوكي ممبرين لير عزل ممبرين فانشر زيرو ثيكنس، لا بدناش ممبرين. جرب نرجع فينش 5. المشكلة هون بينفعش، يعني لازم نرتب اللايرز من الاقوى للاضعف، فاتس فاين. بس خلينا نشيل اوكي خلاص، يعني مبدئيا خلينا نقول شيء شبه جيد، انه القصارة مشت مع القصارة والطوب مشى مع الطوب، فهذا الحكي منيح. نفس الاشي هون، تشوفوا كيف القصارة مشت مع القصارة والطوب مشى مع الطوب، تمام. فهذا الاشي اللي رجعت انا لموضوع اللير عشان توضح عندكم ايش كانت تداعيات هاي القصارة وهذا الفانكشن على البلان. اوكي هيك شفنا كيف بدنا نعمل اللايرز المختلفة للحيطان، نتحكم بسماكتها، نعمل انواع مختلفة للحيطان. اوكي عشان نيجي نتمرس اكثر، بدي اجي انا افترض انه في عندي كمان لاير ثالث، مثلا عفوا بدي اجي افترض انه في عندي كمان تايب ثالث لل الوولز، فبدي اجي افترض انه في عندي هون حيطان الحمامة، حيطان الحمام موضوعها بيختلف لانه هذا حمام، فبدي اجي افترض. طبعا احنا في الوضع الطبيعي اذا احنا بنشغل انتيريور ديزاين، اذا بنشغل انتيريور ديزاين لمشروع بدنا نشغل له شوب دروينج، هاي التفاصيل مهمة. اذا بنشغل مرات اشياء ديزاين بس عشان بديش اهتم في اللايرز لمشروع ديزاين لاحدى مواد التصميم، فبقدر انا اهمل كل هذا الحكي واروح على كورس، اروح على كورس، فبالتالي انا مش معنى اشوف التفاصيل شو في جوا الحيطان. اوكي تمام، بس كمان انا بدي اجي اعمل هون لاير هذا الحيطه، بدي اعمل له ايديت، اعمل له دوبليكيت، ما بدي اعدل عليه نفسه، بدي انسخ منه واسميه مثلا مثلا باثروم internal wall، اروح اعمل له edit، فان صار في عندي من جهة المطبخ في عندي مثلا قصارة مبدئيا، بس انا من جوا في عندي بالنص باطون طوب، في عندي هون بدي اخليه 3 سنتيمتر مورتر اللي هو موني، وبعدين بدي احطه كمان هون 1 سنتيمتر مثلا تايلز، فهون في عندي مثلا تايلز، بدي اجي اختار اشي جاهز، سيراميك تايل لاير اوريدي موجود جاهز. اوكي وفي عندي هون كونكريت كمان، بدي اجي اختار اشي جاهز، بس عشان انا تتمرسوا لاين ويت كونكريت، عشان تتمرسوا على الموضوع انا بدي اياكم فصار عندي ثيكنس توتال لاير ثيكنس اكثر 16 سنتيمتر، بدي احط له اوكي. بس بدي اغير هون، بينفعش يكون هذا ستراكشر، لازم يكون فينيش. اوكي بس بدي اعمل له رينيم، دائما بحب الثيكنس يكون جزء من اسم الحيطه عشان هذا الشيء بسهل علينا نتعرفه. فلاحظوا صار في عندي من جهه الحمام لايرز اضافيه، تمام. طبعا اذا بدي اكون بروفيشنال اكثر لازم نفس الشيء اجي هذا الحيطان الخارجيه اعملهم موديفاي لحد هون، اقصهم لحد هون. اوكي وهذا الجزء من الحيطه اوكي بدي اجي اعمله ايديت، اعمله دوبلوكيت واسميه مثلا with tiles، واجي اعمله من هون ايديت، نفس الاشي امسح البلاستر احولها لموني. واجي احط له كمان لاير من تحت داون من جهة الانتي، لاحظوا هون في عندي انتيريور سايد وفي عندي هون اكستيريور سايد. اوكي بدي اعطيه بورسلان،
أو سيراميك. أوكي إيش الغلط؟ المشكلة عندي هون بدي أعطيه الفينش 5. أوكي، فلاحظوا صار في عندي لهذا الحيط من جوا بلاط ام اي ماتش من موديفاي، بدي اروح على ماتش عشان اعطي هذا الحيطه نفس الاشي. لاحظوا هذا الحيطه السماكه تغيرت في الاتجاهين، فبدي ارجع على امر الاين احط الحيطه مع بعضهم. اوكي نفس الاشي بدي ارجع اغير هذا الحيطه، مش كلها بدي ارجع اقسمها عشان يصير من جوا عندي هون بلاط. بطلب منكم تعملوا نفس الاشي بس عشان نتأكد. لاحظوا البلاط هنا اجاني من برا ولازم يكون من جوا، فانا كبست على هذول السهمين قلب للحيطة. بدي ارجع اعمل align al. اوكي فهيك اتعلمنا منكون غطينا مجمل اللايرز الداخلية للحيطان، غطينا موضوع الابواب. هلأ بالنسبة للابواب، بتقدر تعمل edit للتايب من هون، ففي شوية خصائص للباب ممكن تغير هون انت عرضه بالكامل. فبالتالي مثلا بدي احطه متر للباب الخارجي واعمل له رينيم، اعمل له متر ماشي. نفس الشيء الهايت تبعه هون مثلا بدي اعمله الهايت 2.8 ارتفاع الباب، ونفس الشيء بدي ارجع اغير الرينيم صار 100 × 208 سنتيمتر. مثلا هذا المين دور بدي احط عليه بس اشارة انه مين دور، هيك غيرت ابعاد. وبهي الطريقة احنا بنغير ابعاد الابواب اللي موجودة عنا. فموضوع الابواب موضوع كتير سهل، خصائصها هون انه على اي ليفل موجود هذا الباب، اذا في عندي اكثر ليفل تلقائيا انا لما حطيته من هذا الباب من هذا البلان، فهو اخذ هذا من ليفل 1، فهو اخذ انه موجود على ليفل 1. تمام نضلنا نعمل كنترول اس كنترول اس كنترول اس كنترول سيف عشان ما يروح علينا الشغل. نفس موضوع الابواب بدي اجي احط شبابيك، فمن اركتكتشر ويندوز. تمام هلا لاحظوا من عندي ويندوز هون في عندي عده انواع للويندوز. اوكي ففي عندي مثلا بدي اجي اخذ هذا الويندو، بغض النظر بديش العب ابعاده حاليا. اوكي هذا بدي اخذه سلايدنج، او اوكي بدي خليني اخذ هذا الباب نتعلم كيف هلا بنغير نوعه. هذا الشباك عفوا، فبدي اجي احط طبعا هو بيفتح لجوا الشباك بالعادي، فبدي اجي احط للغرف هون شبابيك. اوكي بدي اجي استخدم حجم اصغر للمطبخ وللحمام. اوكي فبهي الطريقة انا جيت اتعلمت احط شبابيك. خلينا نروح على 3D نشوف شو الوضع عندنا هنا. نفتل حول الشبابيك ونشوف شوية خصائص لهم. اول اشي ارتفاع الشباك عن الصفر، كداش ارتفاعه هون؟ تمام كداش ارتفاع الشباك عن الصفر؟ ارتفاع الشباك يسمى سيل هايت. هون ارتفاع 90، فهو هذا مرتفع عن الصفر 90، او عن الليفل 1 عفوا، عن الليفل 1 مرتفع 90. فلو بدي اجي اعمله مثلا 104 ارتفع 104. نفس الشيء بدي اجي اعمل سيلكت لكل الشبابيك مع بعضهم، سيلكت اول اعملهم 104 صار ارتفاعهم 104. تمام طيب شبابيك الحمامات هذول مثلا، او المطبخ مثلا شباك المطبخ، لانه في عندي مثلا بكون مجله بدي اعمله مثلا 130. شباك الحمام مثلا بدي اعمله 178 وهكذا. طبعا اكيد هذا مش ديزاين منيح يكون هيك الشبابيك مرتفعين، بس anyway هون كيف انا باجي بتحكم السلت هاي. فلاحظوا نفس الابواب في الها كمان تقدر لسبب او لاخر انك ترفعها عن الصفر، مثلا باب في قبله درجة. فبهي الطريقة احنا بنتحكم في ارتفاع الشبابيك والابواب. نفس الشيء ابعاد الشبابيك والابواب، مثلا باجي بعمله edit هون باجي بتحكم مثلا ارتفاع الشباك بدي اياه 156 سم. طبعا ممكن انتم وعرضه مثلا 150. طبعا انتم قاعدين بجوز ممكن تستغربوا لمنين بجيب هاي الارقام 156 150 الى اخره الى اخره، هاي كلها مضاعفات. طبعا انا لانه كثير بشغل شغل في السوق، شغل بيوت موجوده في السوق، فبالتالي احنا بنكون بنشتغل في الارتفاعات، في ارتفاعات المداميك مداميك الحجر. فمدماك الحجر بالمتوسط
غالبا بيكون 25 سم، الا اذا المصمم بده اشي ثاني. ف لما يكون المدماك 25 سم فبكون في عندي في الاليفيشن، بس عشان نشرح لكم موضوع الارتفاعات ليش هيك انا بنيجي بنشغل فيهم، فبكون في عندي مدماك حجر ومدماك حجر ومدماك حجر، بكون الفرق بين هاي المداميك مثلا 25 سم ارتفاع مدماك الحجر، وفي عندي الحل بينهم فبكون 26 سم حجر. نحط المداميك 26 سم اللي هي 25 حجر زائد سنتي بكون الحلول بين المداميك، تمام. فبنكون عاد فبناخذ كل الارتفاعات مضاعفات ال 26 عشان الشباك ينتهي ويرتفع مع هلا نفهم هاي اكثر. بس انا هون بعطيكم كيف بنعدل ارتفاعات الابواب والشبابيك. مثلا هذا بدي اعمل ارتفاعه 7، مثلا هذا بدي اعمل ارتفاعه 104 للشباك. هذا الهايت طبعا بدي اعمل له دوبليكيت، بدي اسميه كيتشن مثلا ويندو، الهايت تبعه مثلا بدي اياه 104 اللي هي 4 ضرب 26. اوكي، فصفى ارتفاعه جاي مع ارتفاع عفوا هذا 130، 106، ارتفاعه 156. بدي اسميه مثلا هذا ارتفاعه الويندو بدي اعمله 130 على سبيل المثال. الهايت 130. اوكي، فصاروا ماشيين من مع فوق من مع بعضهم، وهذا بدي اعمله 187 بس بدي اعمل الهايت تبعه 7 8 اللي هو 26 ضرب 3. فصار الشبابيك كلهم ماشيين من فوق مع فوق من فوق مع بعضهم، مرتفعين ارتفاع مداميك ثابتة. طبعا هذا الحكي اذا انت بتشتغل شغل بيوت حجر، بس اذا انت بتشتغل اشي تاني مش شرط تعمل هاي الحسابات كلها. هلا بدي اشوف حاليا السيرفيس تكستشر للحجر، بدي اشوف ارتفاع، بدي اشوف المداميك نفسها اللي هون. فبدي اروح انا على الحيطة اللي هون اعمل edit type edit، بدي اروح على stone texture تمام، واروح على طبعا قبل شوي عملنا الكت باترن. الكت باترن هو اللي بنشوفه احنا في البلان وفي السكشن. هلا بدي اروح على السيرفيس تكستشر، هو الاشي اللي بشوفه في الاليفيشن. فانا بدي اروح على ستون الملطش كله، انا في الفور جراوند في السيرفيس باترن بدي اشوف خطوط مداميك تمام. طبعا انا هون بختار اي تكستشر بدي اياه، مثلا بجوز اجي اشوف هيك فرضا الكروس هاتش، فصرت اشوف انا من برا الكروس هاتش از ا سيرفيس تكستشر تمام. فانا جيت عرفت في الماتيريال، خليني ارجع للماتيريال، بس بدي ارجعها بطريقه مختلفه. بدي اروح على مانج ماتيريال، اوكي بدي اروح على السيرفيس. لاحظوا احنا حكينا في عنا الكت في عنا السيرفيس، السيرفيس هو الشيء اللي بنشوفه من برا. لاحظوا هون الدرافتنج في نوعين من البتن، في الدرافتنج وفي الموديل. ايش الدرافتنج؟ الدرافتنج هو الاشي اللي انا بشوفه از يعني انوتيشن، انه اشي ما بتنفذ على ارض الواقع، ما بشوفوش في الموقع. فعلى سبيل المثال التكستشرز اللي هون، هاي الخطوط هل انا بشوفها في الموقع؟ بشوف هيك الطوب، لو اجي اقسم الطوب واشوفه هيك بشوفه هيك؟ لا ما بشوفوش هيك. هل بشوف الحجر هيك في خطوط عندي في الموقع؟ لا بشوفهاش. هاي اسمها درافتنج باترن. درافتنج باترن، درافتنج باترن يعني بس بشوفه بالرسم، ما بشوفه بالموقع، ما بشوف في الموقع هيك خطوط، بشوفش هدول خطين وما في مسافه وخطين بالموقع بالحقيقه. فهي اسمها درافتنج باترن. طيب السؤال، انا بدي اجي هلا اشغل على الحجر هون، بدي اجي اشوف خطوط المداميك. هل خطوط المداميك بشوفها على ارض الواقع؟ نعم صحيح بشوفها. اذا هاي ما اسمهاش درافتنج، هاي اسمها موديل. موديل لما بروح على السيرفيس باترن تبعها هون، بروح على السيرفيس باترن تبع هون اسمها بالفور جراوند موديل. فلما باجي بكبس على الباترن بروح مش درافتنج، موديل. الموديل، الموديل هو اشي بشوفه على ارض الواقع فيزيكال، خطوط مداميك. فهون في عندي كثير باترنز معرفة اوريدي موجودة، انا بدي اعرف باترن جديد بدي اسميه 26 سنتيمتر باترن. اوكي، هلا
فأنا هون بشوف في عندي خطوط افتراضية، عفوا بدي أسميه كمان مرة نيو باتن 26 سنتيمتر باتن أو ستون. هلا هون باجي بتحكم في الخطوط، اللاين انجل هو انه معطيني انه الخطوط معمولها انجل، انا بدي اشيها بدها زيرو، والسبيسنج هون بدي اياه ارتفاعه 26 سنتيمتر. اوكي هلا كروس هاتش يعني بصير في خطوط في الاتجاهين، انا ما بدي اعمل كروس هاتش بس بدي اعمل اتجاه واحد، احط له اوكي، احط له هون اوكي 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 اوكي. اوبس صار في عندي خطوط مداميك، هذا الاشي اللي بدي اياه. تمام، لاحظوا انا هون كيف الشبابيك ماشي مع المداميك، لان عملت الارتفاع 104، منين اجى الرقم 104؟ يعني 1 2 3 4 مداميك ضرب 26 سنتي 104. بعد فتره انت بتصير لحالك تدخل ارقام مضاعفات ال 26، بس في ناس مثلا راح يدخلوها 100، انا بدي ارتفاع الشباك 100 او بدي ارتفاع الشباك 90، بعدين راح اشوف هوبس انه هذا والله الشباك مش ماشي مع خطوط المداميك، فبالتالي بالموقع راح يصير بنا يقصقص فوق ويقصقص تحت، هذا الاشي مش حلو ومش لطيف، فلا انا بدي اخلي ارتفاع الشباك ماشي مع عدد صحيح من المداميك. فعشان هيك بجوز هلا بلشت تفهموا موضوع المداميك وهيك. فصار انا علمتكم هيك على الوولز كيف بنعمل السيرفس باترن، كيف نعمل الدرافتنج باترن اللي جوا بنشوفه، كيف نعمل الشبابيك، كيف نعمل الابواب. ضل اخر اشي هون اعرفكم كيف بدنا نجيب انواع اضافيه للشبابيك والابواب، لانه هاي الانواع مش عاجبني انا، هون بدي اعمل باب رئيسي محترم على سبيل المثال، فبدي اروح على ليفل اوكي بغض النظر وين، بدي اجي اروح على هذا الدور بدي اعمل هون edit type، عفوا ممكن اجي اعمل بطريقه ثانيه انه اعمل insert من هون insert load family، بدي ادخل ابواب اضافيه مش موجوده عندي، لانه انا لما جيت اعمل باب هون من كريت سيميلر ما لقيتش عندي غير هذا النوع، ما لقيتش عندي غير هذا النوع من الابواب. طب هل فيش ابواب انواع ثانيه؟ بلا في انواع ثانيه، بتقدر تجيب من النت انواع ثانيه، بس انا هون اوريدي اللايبرري لما نزلت الريفت اذا انت نزلته صح راح يكون في عندي ابواب ثانيه، فبدي اروح من انسرت بدي اعمل لود فاميلي، فلاحظوا فتح لي على اللايبرري تبعتي. مرة ثانية احنا لازم نكون جوا يو اس متريك، اذا انت جوا يو اس امبيريال بتكون منزل الريفت غلط، بتقدر عادي ما فتش اشي بتقدر تعمل تراجع وتروح اليو اس متريك. في عندي هون دول، لاحظوا قديش في عندي انواع ابواب، في عندي كثير انواع ابواب كل واحد له اسمه، هذا كيرتن وول زجاج يعني دبل، هذا دبل فلاش، في عندي فولدر اسمه ريزيدنشال، لاحظوا قديش في عندي نوع باب، في عندي كثير انواع ابواب، كراجات، ابواب مع ديكورات، ابواب وات ايفر. فانا بدي اجي اختار مثلا هذا الباب فرضا الدبل، لانه هذا باب رئيسي بدي اجي ادخله. اوكي اعمله اوبن، نكون شوي صبورين على الريفت، مرات بعلق من غير سبب. اهم اشي لما تشوف هاي دائرة قاعدة بتلف ما تعملش ولا اي اشي، لانه بلاش يصير كراش للريفت لغاية ما تروح هاي الدائرة. بدي احط له اوكي، فلاحظوا صار عندي الباب موجود، اذا بروح على دولز شفت الباب موجود مع اللايبراري، او بقدر اجي امسك هذا بقدر اشوف الباب اللي دخلته هون، فصار في عندي هذا الباب الدبل اوكي موجود عندي في الموديل. اوكي نفس الشيء الشبابيك، مثلا مش عاجبني نوع الشبابيك اللي هون بروح نفس الشيء اعمل لود insert load family، بروح على اتراجع ويندوز بشوف انا، بس المفروض اشوف انواع مختلفة من الويندوز اللي ممكن استخدمها، طبعا راح تلاحظوا انواع كثيرة. اوكي ممكن تدخل اي ويندو بدك اياه، مثلا بدي اخذ هذا السلايدنج ويندو في سنجل سلايدنج اوكي، مثلا هذا السلايدنج اخذه اوكي،
فنفس الاشي بقدر اجي على هذا الويندو اروح صرت شو شايف عندي هيك نوع جديد اللي هو السلايدنج، هذا السلايدنج، فصرت شايف عندي نوع جديد سلايدنج ويندو مختلف. فبهاي الطريقة صرت انا قادر اعرف الويندو اغير الويندوز، اعملها كلها ماتش، اغير نوعها، whatever whatever. اوكي، فبهاي الطريقة دخلت ويندوز، دخلت دورز، عملت حيطان، وعملت السيرفس باترن لغاية اللحظة. هلا المطلوب منك انك انت تيجي تعمل زي ما انا عملت، بيت صغير في قواطع داخلية، في ابواب باحجام مختلفة بانواع مختلفة، في شبابيك باحجام مختلفة بانواع مختلفة. بدك تعرف كل اللايرز الداخلية الموجودين زي ما انا عملت هنا، تعطي السيرفس باترن. طبعا مش شرط تعمل اكزاكت زي ما انا عملت، ممكن شكل البيت عندك يختلف، توزيع البيت يختلف. احنا هنا مش مهمتنا نصمم، بس مهمتنا نعمل لاحظ الريفت عشان كتير سريع، تقدر تعمل اشياء كتير سريعة بسرعة كبيرة. ممكن تستخدم ماتيريالز مختلفة، بس انا بدي اشوفك قادر انك تعمل الوولز بثيكنس مختلفة، تعرف انواع مختلفة، تدخل اللايرز، تدخل ابواب شبابيك سيرفس باترن، تعمل اشي بيشبه اللي عملته، وتسيب الملف باسمك لكشر 3 واسمك، وتبعت لي اياه على موديل قبل الحصة الجاي قبل الديدلاين. ويعطيكم ألف ألف عافية وشكرا لكم.